بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة على الميتابوليزم ونواصل كلامنا ونتكلم على الانزيمز. الانزيمات majority of enzymes are protein. طبعا معظم الانزيمات طبعا بروتينات. enzymes are specificity, يعني enzymes specificity is caused by the shape of active site. قلنا قبل كده ان الانزيم متخصص وخصوصية الانزيمز دي سببها ايه؟ سببها الشيب, شكل الاكتيف سايت. ده الاكتيف سايت اللي بيشتغل عليه الانزيم, ده ليه شيب معينة. لو مثلا ده اكتيف سايت تاني كده يبقى برضه ده انزيم واحد وده انزيم اتنين, ده مختلف عن ده, اختلف عن بعض في ايه؟ بالشيب of the active site. يبقى enzymes specificity is caused by the shape of the active site. Enzymes are biological catalyst, بيسموه عامل حفاز. عامل حفاز اللي في الكيمياء catalyst, عامل حفاز بيحفز التفاعلات, بيزود سرعة التفاعل. لكن طالما موجود في الخلية بيسموه biological catalyst. يبقى هو catalyst ده chemical, مادة كيميائية ذات change rate of the chemical reaction, ده بتغير سرعة التفاعل, معدل التفاعل. Without being consumed, without interacting, إذا لا يدخل في التفاعل ولا يستهلك, وده من صفات الكاتاليست او العامل الحفاز. يبقى الانزيمز بيولوجيكال كاتاليست سبيد اب ذا كيميكال رياكشن, يعني بيسرع التفاعل. وزود كونسيومد, سو ذا سيل نيد ليتل اماونت اوف انزيم, عشان كده الخليه محتاجه كميه قليله من الانزيمات لانها لا تستخدم ولا لا تستخدم لما تخلص يعني, ولا بتستخدم ولا بتدخل في التفاعل. انزيمز ار ريسايكبل ريوزبل, ريسايكلد يعني يعاد استخدامها مره اخرى, يعاد تدويرها, يستخدم مرة أخرى, وبتلزم قلت لك محتاجة كمية قليلة. Every cell requires a specific enzyme, قلنا في specificity, كل خلية محتاجة أو كل تفاعل في الخلية محتاج إنزيم محدد. طيب الإنزيمات named for their substrates, يبقى enzymes named for their substrates, يعني الإنزيم بتسميه بإيه؟ nomenclature ده أو تسمية الإنزيمات according to their substrate. بدل انزيم وده سبستريت. ليبيد يبقى ده سبستريت. لايبيز يبقى ده السبستريت الانزيم. ليه قلنا عليه انزيم؟ لانه منتهي بايه؟ بان جوز اي اس اي. يبقى اي ماده تبقى تلاقي نهايتها اي اس اي نعرف على طول ان ده انزيم. ليبيد لايبيز, يوريا يورييز, مالتوز مالتيز, لاكتوز لاكتيز, سكروز سكريز, رايبو نيوكليك اسيد رايبو نيوكليز. يبقى اي ماده من الموجوده سبستريت ديها بس اي اس اي في نهايتها تبقى ضاع على طول تسميه الانزيم. و هاف سم اكسبشن لايك البيبسين بابين لايك التريبسين, اول اوف ذيس نوت اند ويز الاي اس اي. اتش انزيم هاز ا سيرتن بي اتش اند سيرتن تمبريتشر, برضو زي ما قلنا قبل كده يبقى في درجة حرارة محددة وفي برضو الـ pH المحدد. In which عندها هي درجة حرارة أو الـ pH, it works with high efficiency, بأعلى كفاءة, يعمل بأعلى كفاءة. It is known optimum pH أو الـ optimum temperature, يبقى درجة الحرارة أو الـ pH المثلى عندها يعمل إنزيم بأعلى كفاءة. طيب and any increase or decrease around the pH or temperature leads to decrease in the activity of this enzyme. طبعا لو قل درجة الحرارة أو قل الإنزيم أو تغير يعني فرنج يحصل decrease in the activity of this enzyme. وكلمنا قبل كده خدنا denaturation, عملية تكسير البروتينات. قلنا لما تغير البروتين شكل البروتين يبقى مش الإنزيم, يعني البروتين هو شكله, لأن احنا قلنا الوقت اللي بيحدد شكل خصوصية الإنزيم هو شكل الأكتف سايت. بتغير شكل الأكتف سايت يبقى مش هو الإنزيم, وبالتالي يبقى تذكر قوي من التغير بتاعة الـ pH أو تغير في درجة حرارة الجسم مثلا في خاصة في الأطفال. ليه؟ لأن بيحصل denaturation. ليه؟ لأن بيحصل النقص في الأكتيفيتي of the enzyme. ولك مثلا بالنسبة للـ pH مثلا الأميليز عند 7.5, البيبسين موجود في الأمعاء عايز 2.5, البابين بروتيزس ده إنزيمات بتكسر البروتين, بروتيز من بروتين, not affected by the change in the pH, ده حاجة مختلفة شوية. الإنزيم سبستريت كومبلكسز, يعني إيه؟ لما يرتبط الإنزيم مع السبستريت بيكون كومبلكس.
طيب ايه السبستريت قلنا عليه؟ السبستانس ذات انتر انتو ذا رياكشن برودكتس اند برودكتس سبستريتس بريزنت ات ذا اند اوف ذا رياكشن انزيمز فورم ا كومبلكس وذ ذير سبستريتس. طبعا كل انزيم مرتبط مع السبستريت بتاعه بيديك مركب معقد كده. فين؟ في اي مكان طبعا في الاكتيف سايت، زي ما قلنا ان السبستريت بيرتبط في الانزيم ات ذا اكتيف سايتس. وين ذا ايه هي الاكتيف سايت الاول؟ الاكتيف سايت A small region on the surface of the enzymes where the substrates bind. زي ما قلنا بالشكل ده كده اهو. ده منطقة صغيرة جدا على سطح الانزيم بيسموها الاكتيف سايت اللي فيها بيرتبط الايه؟ السبستريت. لو حصل ماتش ما بين شكل السبستريت وشكل الاكتيف سايت، so this substrate for this enzyme أو this enzyme for this substrate. When the substrate binds to the enzyme، لما يرتبط السبستريت يرتبط به الانزيم، فين يرتبط؟ في الاكتيف سايت. يحصل ايه؟ الاكتيف سايت undergoes slight changes يعني يحصل فيه بعض التغيرات الطفيفه في الشكل ذات في اكتيف في الشكل الاكتيف سايت that facilitates the reaction، وده اللي بيساعد وبيسهل التفاعل. This is called induced fit model أو ال key and lock theory. يعني كل إنزيم ليه substrate، زي كل مفتاح ليه القفل بتاعه، يبقى فيه key and lock theory، نظرية القفل المفتاح، أو بسموها induced fit model. يبقى كلمة induced fit model ده بتوصف لك إيه؟ بتوصف عمل الإنزيم، أو ال key and lock theory بتوصف عمل الإنزيم. الإنزيم بيرتبط بالسبستريت فين؟ في الأكتيف سايت. أول ما يرتبط الإنزيم بالسبستريت يحصل له undergoes slight changes ويديك الإنزيم سبستريت كومبلكس اللي بتساعد في التفاعل، وبالتالي يتحرر تاني الإنزيم، يبقى حر تاني الأكتيف سايت بتاعه، يبقى حر تاني خلاص أهو مستعد لإيه؟ لسبستريت تاني، ويطلع طبعا البرودكت من التفاعل. ده أكتيف سايت. وده available امتى يبقى available؟ the enzyme available when the empty active site. لما يبقى عندك الactive site ده اللي هو مكان الناشط ده حر كده فاضي، يبقى ده available، ده جاهز انه يشتغل. ولو قلنا ده سكروز، يبقى على طول سكريز انزيم السكريز، يبقى ده على طول السكروز، سكر السكروز اللي هو السبستريت، يرتبط مع بعضه فين؟ في الاكتيف سايت. Once the substrate binds to the active site, the active site undergoes slight changes and this fit the glucose وده السكروز، وده يرتبط قوي بإحكام بالسكروز وفي وجود المية، لأن ده hydrolytic enzyme، إنزيم يعمل بالمية. يحصل breaks down للبوند between the two sugars and release the glucose and fructose and now the glucose the enzyme is available. إمتى؟ لما يبقى فيه empty active sites and so on. The substrate converted into products and so on. الانزيمز إما تعمل عملية degradation، وزي ما قلنا ده في الحالة دي تبقى في الكاتابوليزم. هذا active site ارتبط به مادة واحدة بس، substrate واحدة، ويطلع منه two products. حصل في الحالة دي ايه؟ damage the enzyme substrate complexes، بعد كده يحصل degradation تكسير لي، يطلع ال substrate with the main products. في الحالة دي يحصل عملية synthesis، يبقى enzymes بدون عملية synthesis بناء، يعني برتبط بـ 2 substrates وديك 1 product، يبقى ربط الاثنين مع بعض، برضو enzyme substrate complex، يطلع في الآخر الـ enzymes يبقى free بس active sites يبقى available for another reaction. الـ cofactors والـ coenzyme، العوامل المساعدة ومرافقات الإنزيمات، ده اسمه عوامل المساعدة وده مرافق الإنزيم. الـ cofactors ده non-protein وده او نون اورجانيك، يعني ده لكن ده اورجانيك او بروتين. Many enzymes require inorganic ions، بعض الاونات الغير عضويه او نون بروتين ماتيريالز، ماده غير بروتينيه. طالما هي نون بروتين او inorganic، في الحاله دي بيسموها كوفاكتور. بيسموها ايه؟ كوفاكتور. زي ايه؟ زي الزنك، زي الايرون، زي الكبر، زي الكلورين، الكلورين الكلور. All of these requires for activation of the enzyme. مثلا الكلورين ده مهم جدا لعملية تحفيز الأمايليز. الأورجانيك كوفاكتورز بقى لما تبقى أورجانيك مادة عضوية أو بروتين، في الحالة دي بتقولش عليها كوفاكتور، تقول عليها إيه؟ كو إنزيمز.
example الفيتامينز، فيتامينز الفيتامينات that assist the enzyme، هي بتساعد في عمل الانزيم. يبقى الكو انزيمز بتساعد في، او الفيتامين بتساعد في عمل الانزيم بايه؟ انها تدي له accept تستقبل او give atoms for the reaction to the reaction. يعني انا عندي في تفاعل اهو لازم يبقى عندك موجود كو انزيم، مهم جدا عشان التفاعل يعمل باعلى كفاءه. الكو انزيم ده اما ان هو يدي اتوم او ياخد اتوم عشان التفاعل ده يتم بسهوله. وطبعا الكو انزيمز اللي قلنا معظمهم فيتامينز زي النياسين، فيتامين نياسين بيديك النات، وزي الفلافين يديك الفات، ودول هيدروجين كاري، ده يحمل هيدروجين وده يحمل هيدروجين، فات اتش ونات اتش. ده كو انزيمز يحمل هيدروجين او ايه يعني يدي التفاعل هيدروجين او يخرج من تفاعل هيدروجين، وبالتالي بيسهل التفاعل. الفيتامينز ديفيشنسي، نقص الفيتامينز causes lack of coenzymes and lack of enzymatic action أو reaction. وبالتالي ليه الفيتامينات نقصها بتؤدي إلى بعض الأمراض؟ ليه؟ لأن طبعا ال lack of coenzymes ما تكونش الكوانزيم، ولو كونش الكوانزيم يحصل إيه؟ يحصل لك في الإنزيم activity، التفاعل ما يتمش بصورة طبيعية، وبالتالي تنتج بعض الأعراض اللي إحنا بنسميها أمراض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.